لا يخفى عنكم أن الأداء المتعثر للرئيس جو بايدن في المناظرة الساخنة والتاريخية صدم الحزب الديمقراطي، تركهم في حالة اضطراب وحيرة من أمرهم، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال التي كتبت أن الديمقراطيين أصبحوا يناقشون استبدال الرئيس. أداء بايدن أثار مخاوف الناخبين على نطاق واسع، وأثار مناقشات خاصة حول استبداله على التذكرة الرئاسية، إلا أن بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين أقروا بأن فرص انسحابه ما زالت ضئيلة. He took none. I'd like to see him take one, just one. Just take a look at what he says he is and take a look at what he is. I just won two club championships. Look, I'd be happy to have a driving contest with him.